إن الأرض الفلسطينية ستبقى عامرة بأهلها، هذا ما حاول فنانون فلسطينيون إيصاله اليوم، فأطلقوا العنان لخيالهم وريشتهم لتجسد تفاصيل الحياة على أرض محتلة. فالحياة في فلسطين المحتلة مكتملة بثقافتها وفنها، ينقصها حرية صادرها الاحتلال الإسرائيلي الذي احتل هذه البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، ثقافة تعبر عنها عشرات اللوحات هنا في عشية ذكرى يوم الأرض الفلسطينية. رسالتنا هي رسالة سامية ورسالة نبيلة، أنه إحنا بدنا دائما نشعر أنه دائما بجانب المقاومة طبعا في جميع أشكالها في مقاومة الفن أيضا. أنا بستطيع أن أوصل صوت فلسطين بطرق أكثر يمكن تأثيرا على المجتمعات. كانت صورة حب الفلسطينيين للحياة حاضرة، فالأرض التي نزف أبناؤها دما حفاظا عليها بعد تهجيرهم تنبت اليوم حياة وألوانا بعيدا عن واقعها الأليم. أعمالي غالبا تميل إلى الرمزية، بستخدم الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني، الشمس التي ترمز دائما إلى الحرية، إلى الأمل، حب الحياة، طبعا بالإضافة للفتيات الفلسطينيات بالثياب المزركشة. رسالة بدنا ننقلها للعالم على مدى تحضر الشعب الفلسطيني وعلى مدى قوة إبداعه في إمكانيات بسيطية، إنه ممكن يبدع في مجال المحبة والسلام ونقل الصورة الصحيحة عن شعب فلسطين. هذا المعرض الذي جاء تحت عنوان قضية شعب ضم صورا لشخصيات عامة كياسر عرفات ومنديلا وغيرهم ممن كانوا يوما رموزا للنضال. المعرض كتير حلو، بجسد أشياء كتير على أرض الواقع عن طريق ريشة أو عن طريق أي لوحات أيا كانت، سواء فن يدوي أو نحت أو خشب، وهذا طبعا كتير إشي عظيم بالنسبة للوضع اللي احنا فيه، إنه في أشياء إبداع يأمل أصحابه بتخطيه أسوار غزة المحاصرة لجذب اهتمام كافة المهتمين بالقضية الفلسطينية. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.